طيب نكمل بقى يا باشمهندسين ان شاء الله. ده المشروع بقى اللي احنا هنشتغل عليه، مشروع البرج اللي احنا هنشتغل عليه. تمام، قلنا اول خطوه يا باشمهندس من خطوات تصميم اي مشروع في الدنيا هي قراءه اللوحات المعماريه. فالمحاضره ديت ان شاء الله تكون خاصه بقراءه اللوحات المعماريه لمشروع البرج. تمام، طيب عرفنا قبل كده ازاي نصمم فيلا مع بعض. طبعا الفيلا كانت ابسط من المشروع اللي احنا هنشتغله ده شويتين. تمام، دايما الابراج بيكون فيها تفاصيل اكتر، منشآت طبعا كبيره. تمام، بس هنكتشف مع بعض ان التصميم يعني هو يعني تصميمك لاي مشروع في الدنيا هو هو يا هندسه. تصميم المشروع الصغير زي تصميم المشروع الكبير، تمام، الفرق في التفاصيل الكتير شويه. تمام، الحجم، الفرق مثلا في حجم المشروع. هنا مثلا في المشروع ده هيكون عندي عناصر مقاومه للاحمال الجانبيه زي حوائط القص والكلام ده، هنتعلم ازاي نصممها. بس عموما اوعى ابدا تتخط من اي مشروع مهما كان شكله او حجمه. خلاص يا باشمهندس. طيب عايزين نبدأ نقرأ المشروع ده مع بعض. تمام، طيب المشروع ده طبعا يعني اكبر شوية من المشروع اللي فات. المشاريع الكبيرة دايما المفروض بيكون معانا واجهات وقطاعات وبتاع عشان تبين المشروع بشكل كويس وعشان نعرف نقرأه كويس. تمام، طيب الاول المشروع ده بيتكون من ايه يا باشمهندس؟ المشروع ده بيتكون من بدروم. تمام، البدروم ده يا باشمهندس على منسوب، لو جينا نبص في القطاع كده، منسوب سالب 2.25، يعني 2.25 تحت الارض. يعني هننزل تحت الارض يا باشمهندس قد ايه؟ من منسوب ايه؟ من منسوب اللي هو ارضيه البدروم، مش منسوب الاساسات. لا احنا هننزل، لو هنتكلم على الحفر لا هننزل اكتر من كده، لانه هنا بيقول لك سالب 2.25 فوق منسوب الاساسات. هو هنا مثلا عامل لك هاتش الاساسات ان هي قواعد مثلا، خلاص. طيب انما الحفر نفسه، الحفر نفسه لا هيبقى اكتر من كده يا هندسه، خلاص. طيب فلو هنتكلم معماريا، وهنا طبعا ديت بتبقى مناسيب معماريه. تمام، هننزل على ارضيه البدروم هتكون ايه؟ سالب 2.25، خلاص يا هندسه. طيب يبقى ادي اهوت يا باشمهندس. مهم جدا موضوع المناسيب ديت في الابراج والمنشات الكبيره شويه عشان توري لك الدنيا هتمشي ازاي، خصوصا لو انت عندك بدروم وكده، خلاص. طيب اذا احنا عندنا بدروم يا هندسه، عندنا دور ارضي، عندنا دور متكرر، تمام، وعندنا يا باشمهندس روف، تمام، سطح يعني في غرف يعني زي مخازن وكده، وده مثلا لوحه الموقع العام، خلاص يا هندسه. طيب المشروع ده يا باشمهندس هنشتغله كام دور؟ يعني مش هتفرق مع بعض، هنشتغله كبرج يعني، يعني 15 دور، 20 دور، 12 دور، مش هتفرق يعني، تصميمه هيكون واحد كبرج يعني، خلاص. طيب هنا مثلا القطاعات والواجهات مدياني مثلا منسوب مثلا كام دور؟ مثلا ادي الدور الارضي الاول الثاني الثالث الرابع وبعد كده السطح. تمام، يعني مديانا 5 ادوار، دور 2 3 4 5 وبدروم وروف. يبقى ايه؟ بدروم وخمسه وروف. تمام، طبعا احنا مش هنشتغله كده يعني، هنشتغل اكتر من كده شويه. تمام، بس مش مشكله يعني، خلينا بس نفهم اللوحات مع بعض. وبالنسبه لعدد الادوار انا في الغالب ممكن اشتغلها مثلا معاكم بدروم و12 دور مثلا وروف، يبقى التوتال مثلا اجمالي الاستوريز 14 ايه؟ 14 طابق. تمام، يعني مش هتفرق 14 15 براحتك يعني، خلاص يا هندسه. طيب برضه يا باشمهندس في المحاضره ديت انا سايب لك مكتبه مشاريع، خلينا نشوفها كده مع بعض. لو فتحت الفايلات يا باشمهندس بتاعه المحاضره هتلاقي بقول لك هنا ستوري 15 دور، ده اللي احنا هنشتغله. تمام، فماشي هنخليه بقى 15 ستوري مثلا، نخلي بدروم و13 دور وروف، يبقى كده 15 دور. تمام، تاني حاجه بقول لك تاور لايبراريز. تمام، يعني ايه؟ او تاورز لايبراري، تاور بروجيكتس يعني ايه؟ يعني مكتبه مشاريع، مشاريع ابراج. لو دخلت كده يا باشمهندس هتلاقي عندك 50 مشروع مختلفين اهوت يا باشمهندس. تمام، تقدر تختار اي واحد فيهم تصممه، ولما تصممه ان شاء الله تبعته لي اراجعه معاك، خلاص يا هندسه. فدي من مكتبه المشاريع زي مكتبه ايه؟ الفيلل. لو جينا مثلا لجزء الفيلل يا باشمهندس اهوت برضه في محاضره قراءه اللوحات المعماريه، هتلاقيني بره برضه عامل لك ايه؟ بروجكت ايه؟ لايبراري. تمام، يعني مكتبه مشاريع كنت حاطط لك فيها 32 مشروع، كنت ايه تختار منهم اي مشروع تشتغل، نفس الكلام، خلاص يا هندسه. طيب هتلاقي مشاريع نفس القصه كده فيها بدرومات، في الغالب فيها بدرومات يعني، حاطط لك فيها بدرومات عشان ايه؟ عشان تتعلم تصميم الريتيننج وول والبدرومات والكلام ده، خلاص يا هندسه. طيب يبقى كده يا باشمهندس بشكل عام عرفنا ان احنا هيكون عندنا
تمام بدروم، وهيكون عندنا ارضي خلاص، وهيكون عندنا 11 دور متكرر تمام، وهيكون عندنا روف. يبقى كده الاجمالي كام؟ 1 بدروم، 2 ارضي، و11 يبقى 14، يبقى 2 و11 13، وده يبقى 14. طيب نخلي المتكرر مثلا 12 دور، يعني مثلا نخلي بدروم وارضي و12 دور متكرر، وبعد كده يا باشمهندس الروف. خلاص يبقى احنا كده ايه عندنا برج 15 طابق مثلا. خلاص يا هندسه تمام. المشاريع اللي عندك ديت برضه يا باشمهندس اللي في مكتبه المشاريع اشتغلها برضه ايه، اشتغلها 15 12 20 تمام، في الحدود ديت يعني. ممكن طبعا تشتغلها 25 و30 دور، بس ايه عشان ايه ما تتعبش يعني في ايه، الايتاب مثلا بياخد رن اكتر، بس لغايه 30 دور تقدر تصممها، او 30 35 دور تقدر تصممها بنفس الطريقه اللي احنا هنصممها، وتعتمد مثلا على حوائط القص كنظام انشاء مقاوم للاحمال الجانبيه. اكتر من كده بقى بنستخدم نظام تاني زي الديول سيستم وكده زي ما شرحنا قبل كده. خلاص بس انا بقول لك مثلا اشتغلها ما بين ال 10 وال 20 عشان بس ايه، يعني المعظم ما بقاش معاه امكانيات عاليه جدا. لو انت مثلا عامل 30 دور او 40 دور او 35 دور هتلاقي صعب يعمل ران شويه، او هياخد وقت يعمل ران. وكده كده التصميم بالنسبه لي هيكون بنفس الطريقه يعني. خلاص يا باشمهندس كل القصه، لو انت مثلا عامل منشأ 15 دور، عفوا 25 دور او 30 دور، حوائط القص ممكن تكبر معاك شويه، الاعمده تكبر معاك شويه كده يعني. خلاص يا هندسه طيب كده فهمنا عندنا ايه، بدروم ارضي 12 دور متكرر روف. خلاص يا باشمهندس طيب عايزين بقى نقرا كده بالتفصيل ونفهم اللوحات بتاعتنا كويس جدا. اهم خطوه يا باشمهندس قراءه اللوحات المعماريه زي ما عملنا في الفيلا، لو ما قراتهاش مظبوط يبقى انت كده يا باشمهندس هتصمم المشروع غلط. خلاص يا هندسه